من جاء بك إلى هنا أيها الحمار؟ الحمار لا يأتي إلا إذا كان معه لص. أعرف أنك هنا. لن تستطيع الهرب مني. أين أختبئ؟ أين أنت؟ لن تهرب مهما حاولت. أهرب. أظهر نفسك أيها اللص. أنت هنا، أعرف ذلك. عضلاتي كبيرة وليس لك عضلات. أنت وأنت. أنا أشم رائحة لص. هلا أين هرب؟ هذا صوت اللص. سأمسكك. لن تنجو من قبضة الغول. أشعر أنك قريب جدا من هنا. لن تستطيع الهرب. رائحة زكية، هيا شمها. هيا هيا هيا، تعال إلى الغول. اقترب أيها الفأر. جئت لتسرق كنوزي؟ لا لا، أنا لا أريد الكنوز. كذاب. صدقني أرجوك، إنما جئت لأحصل على العشبة الطبية. عشبة طبية؟ لا تكذب. صدقني، أنا لم أكن أعلم أن لديك كنوزا قبل أن أصل إلى كهفك هذا. الغول لا يصدق، وأنت ستعترف الآن. انظر إلى عيني الغول. هيا قل لي ماذا جئت إلى هنا. الغول يغضب إن كذبت عليه. طيب، عندي أطفال أصيبوا بالمرض وكل الدواء في بلدتي لم يجد نفعا، وقبل مدة سمعت أن في هذا الكهف عشبة تعالج كل الأمراض بإذن الله، ولأجل هذا قررت القدوم إلى كهفك لأنقذ أبنائي. جئت من أجل دواء، ولكنك رأيت كنوز الغول وأعجبتك جدا. صحيح، لا أنكر أني فكرت في أخذ شيء منها، ولكن لا، صحيح أنني رجل فقير الحال ولا أكاد أكسب قوت يومي، ولكن رؤية أفراد أسرتي وهم ينعمون بالصحة والعافية التامة أهم عندي من كنوز الدنيا كلها. ابتسامة زوجتي وأبنائي لا يعادلها أكبر كنوز الأرض وأثمنها. الغول يرى أنك لست مثلهم، سيكون مصيرك مختلفا. ماذا؟ انتظر، أنا لم أكذب عليك بكلمة واحدة.